بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد، دائما في إطار المتابعة الميدانية للمنشآت الرياضية التي ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط. قام اليوم والي ولاية وهران بزيارة خاطفة إلى المركب الرياضي الجديد بالقايد بولاية وهران، حيث اندرجت الزيارة في إطار المتابعة والمعاينة الميدانية للتطورات الأخيرة للأشغال في هذا المركب، حيث قام والي الولاية بزيارة للقاعة الرياضية المتعددة الرياضات والتي هي الآن حاليا في الرتوشات الأخيرة. القاعة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 6000 مقعد انتهت عملية تركيب الكراسي فيها، والتي انطلقت في الشهر الماضي وهي حاليا في الرتوشات الأخيرة. وكما تشاهدون في الصور التي هي أمامكم، فقد تم تركيب عملية الدخول عن طريق التذاكر الإلكترونية، وتم وضع كل عملية الإلكترونية وهي موضوعة أمامكم كما تشاهدون في الصور، والتي تسمح بولوج المناصرين عن طريق التذكرة الإلكترونية. أما فيما يخص المدرجات فتم الانتهاء منها بصفة رسمية. كما تشاهدون في الصور فقد تم اعتماد كراسي من اللون الأحمر وكذا الأبيض إضافة إلى الرمادي. هذه الألوان أعطت رونقا رائع للقاعة المتعددة الرياضة، والتي تعد من بين أجمل القاعات الحالية في الجزائر. إضافة إلى هذا فقد تم تركيب البساط اللوحي والذي تتم الأشغال فيه بوتيرة سريعة، وسينتهي في الأيام القليلة القادمة، حيث تم اعتماد أحسن بساط دولي حاليا. وكما تشاهدون في الصور التي أمامكم فالبساط في الرتوشات الأخيرة. يمكن القول أنه بفضل هذه العملية سيتم الانتهاء من أشغال القاعة بصفة رسمية مع نهاية الشهر الحالي، وستسلم في بداية شهر ماي المقبل، وهذا حسب ما هو منصوص عليه. أما من ناحية الإضاءة فلقد تم تركيبها بالكامل فقط إلا بعض الرتوشات، ويتم تسليم القاعة المتعددة الرياضات في المركب الرياضي الجديد في بالقايد. هذا هو الجديد الذي أردنا تقديمه لكم عن التطورات في القاعة المتعددة الرياضات الجديدة التي يتم بناؤها في وهران. إلى اللقاء.